وتخلي بنت خالي واش فرصكم بان الجزائر عندها صناعه 100% جزائريه؟ شي قال عبد المجيد تبون في واحد الفيديو هادشي اللي غتعرفوه. واخيرا الجزائر عندها صناعه 100% مهم منتوج محلي 100% صناعة في الجزائر، اصل جزائري وكل شيء جزائري. هادشي اللي غتسمعوا في هذا الفيديو الى بقيتوا معنا. اللي قال عبد المجيد تبون اللي قال في واحد الفيديو قال بانه اخيرا الجزائر صنعت واحد الطاويله طبله جزائريه 100%. اسمع معايا عبد المجيد تبون اش يقول. تأكيدا على الأهمية القصوى التي نوليها لرهان صادرات خارج المحروقات لأول مرة منذ استقلالنا نصل إلى منتوج تعطاولة 100% جزائري. لكم تسمعتي من تمعيشة مخضري، تفضل بالبقاء معنا لا تحرمنا من الإعجاب ومتابعة الحساب. المغرب أولا ولا غالب إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم ندافع عنك هذا الوطن. صفحة ديال هشام مخضري دفيعة معنا، خلينا إعجاب، خلينا متابعة، خلينا كومنت، وخليوا النبي أن الصناعة الجزائرية فخر الصناعة الجزائرية طبلة. طبله هي فخر الصناعه الجزائريه، كما قال عبد المجيد تبون اللي كان كيضحك علينا وقال لك حنا كنصدروا لي بنو وكنفخوا لي بنو، وكان كيضحك على الصناعه المغربيه وكيضحك على صناعه السيارات في المغرب. ورغم عن ذلك فالجزائر حاولوا انهم يصنعوا. انا في الاول كنت كنسحب كيقول طائره، عودت الفيديو اربع مرات خمسه كنقول واش طائره، وتخلطات ليه وقال طاوله. القوه الهاربه، الغاز، البترول، الفلوس، مصدعيننا قوه هاربه وحنا الجزائر قاره. قلت شي طائره هذه نفاتة صنعت في الجزائر ولا طائرة بدون طيار؟ تنتفاجئ في 100% صناعة طاولة طبلة. واحد النهار صيفطوا لي قالوا لي واحد الرشاش صنع في الجزائر، كيسولهم واش صنع في الجزائر. أتمنى صراحة أنني نكون سمعت في الجزائر أنهم صنعوا طائرة أو صنعوا دبابة أو صنعوا طائرة مسيرة. والله العظيم الشعب الجزائري ما كرهنا ليش الخير، ما كرهنا لكمش الخير، هادشي كنقولوا من قلوبنا. لكن العصابة والكاميرا اللي حاكمينكم الله يكون لكم معهم في العوان، الله يكون لكم معهم في العوان. فلوسكم فلوس الجزائريين، هم تيتصيفطوا البوليزاريو، البوليزيريو كيتصيفطوا البوليزيريو من اجل. وتخيلوا معايا دابا نتوما، هذا هو العداوه اللي عندنا مع العصابه والحكام والكبرانه ديال الجزائر. والشعب الجزائري المسكين فهو مغلوب عن امره، والاخوه والاشقاء والمهم كل شيء تجمع ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. وكنقولها واكرر دائما، معوا ما بين الشعبين الجزائري والمغربي اكثر مما يفرقه. العصابه الحاكمه في الجزائر والكبرنه صندالستان هما سبب هذه الفرقه هذه وسبب هذه الامراض كامله اللي مسببه لها لنا الجزائر. اللي خص يكون الامم والشعوب اقولها في اتحاد ويكونوا يتجمعوا، وفهما كيصنعوا لك كيرعاو الجزائر، كترعى العصابات المسلحة جنوب الصحراء وشمال الصحراء. الجزائر كترعى منظمة أو ديك الفاغنر الروسية. الجزائر جماعة عندها تما، وراكم شفتوا في الألعاب العربية أن وحدة روسية من الفاغنر عطاوها الجنسية الجزائرية ولا صيبوا الأوراق باش تلعب شي لعبة في الألعاب العربية. واش كاين شي استهزاء بالعرب أكثر ما كدير الجزائر؟ الجزائر اللي لقيتها كلها كنحاولوا نجمعوا، حاولوا صراحه كل شيء نجمعوه وكل شيء نوحدوا الصفوف. الجزائر ديما هاربه لك بحال شي واحد انت كتحفر ليه بقبر با هو كيهرب لك بالصباط. هذا واحد العصابه والكبرنا في الجزائر صراحه. فشوها هذه فضيحه ديال الجزائر، فضيحه ديال ان الناس كيصنعوا ما نعرفوهم كيصنعوا طاوله وكيفتخر بها. عبد المجيد تبون صناعه الطاوله، انا كنصحاب واش طائره؟ والله الا عاودت الفيديو شي ست المرات ولا سبعه. واشوف ما ديروا بلاصكم بلاصتي، وشوفوا معايا من حنا عايشين، ولا حول ولا قوه الا بالله. مساكين الجزائر كيبقاو فيا، الله يكون لكم في العوان، الله يدوز عليكم هذا الصيف بردا وسلامه، والله يبعد علينا ويبعد عليكم البلاد ديال الحرائق، ويبعد على المنطقه كامله البلاد ديال الحرائق، والله يبعد علينا وعليكم البلا، والله يرحمنا والله يرحمكم، والله يرحم الجميع برحمه ديالو بالرحمه ديال الله، والله يبعد علينا بلا وحماق الكبرنا والعصابه والكراغيله بن كرغول اشرف عقل اللي كاينين في الجزائر. الشعب الجزائري الشقيق انا لا اتحدث عنكم ولا اعمم، وانما اتكلم عن الحالات الشاده عندكم. لهذا الاخوان وصلت حتى لهنا، عرفوا بلي الفيديو انتهى، كنبغيكم بزاف، خليوا لي في التعليق يعلم الله كم احبك يا وطني هشام خضري. هذا الله يعاونكم.